بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن إعصار النار. هذه صورة نادرة لإعصار النار الذي ضرب غابات البرازيل. يقول العلماء أنه من أخطر أنواع الأعاصير، لأن قوتها التدميرية عالية جدا ويحرق كل شيء يصادفه في طريقه. مع أن مثل هذه الأعاصير نادرة الحدوث ولا يكاد يعرف العلماء عنها شيئا، إلا أن القرآن العظيم تحدث عنها. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. سورة البقرة آية 266. والسؤال: من الذي أخبر النبي الكريم بمثل هذه الأعاصير في زمن لم يكن أحد على وجه الأرض يعلم شيئا عنها؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإعصار القريب؟ والله أعلم.